صديقي الكريم، سوف أقودك الآن إلى رحلة أخرى عبر عالم الأخلاق والسلوكيات. إليك 5 خطوات لتعديل سلوك طفلك أو أخيك الصغير. أولاً، ركز على إيجابيته. علمه كل ما سيفيده في حياته، وشجعه على فعل الأمور التي يفعلها بشكل إيجابي. ثانياً، عبر عن مشاعرك له. قل له أنت بارع إذا كان بارعاً في شيء ما. قل له أنت صديقي. قل له أنت أخي الصغير المفضل. قل له أنت ولدي الصغير المفضل. قل له أي شيء تعبر عنه مشاعرك تجاهه. ثالثاً، كن قدوة حسنة. اعلم أن أطفال الصغار يتمتعون بكل ما يفعله الكبار، أي أنهم يقلدون من يحبون. فإذا كان طفلك أو أخيك الصغير يحبك فعلاً، فقد يفعل ما تفعله. لذا إذا كنت تدخن فكن على يقين أنه سيأخذ منك هذه القدوة. فابتعد عن التدخين وكن رجلا إيجابيا، أو كني امرأة إيجابية في حياتك. حسن سلوكك أولا، ثم سيحسن طفلك سلوكه أيضا. ولكن إذا كان طفلك ستكون أنت قدوة حسنة له، فمن سيكون إذن القدوة الحسنة لك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل قدوة حسنة وجب علينا اتباعه. وهنالك مجموعة من الأشخاص، من العلماء ومن الأذكياء ومن الناجحين في حياتهم، أنصحك باتباعهم، ولكن ليس على سبيل الحصر. فابحث وأمعن النظر فستجد من سيكون قدوة حسنة لك. رابعا، لا تكن قاسيا معه. إذا كنت تتعامل مع طفلك الصغير أو مع أخيك بشكل قاسي، فإنه لن يسمع منك ولن يعدل سلوكه أبدا. فلتكن عواقبك إذا فعل شيئا حذرته من فعله، أن تكون العواقب ليست وخيمة، وأن تكون العواقب عبارة عن دروس يتعلم منها. مثلا إذا قلت له احفظ دروسك في وقتها، واكتب وذاكر في الوقت الذي هو معلوم، وجهز دروسك في الوقت الذي اتفقنا عليه، فإذا خالف هذه الأمور لا تعاقبه بالضرب أو بالحبس وغير ذلك. فامنعه من الأشياء الذي يحبها أو يحب مشاهدتها، مثل الأفلام، أو امنعه من مشاهدة التلفاز أو من استخدام الكمبيوتر الخاص به. ويمكنك فرض عقوبات أخرى قد تكون غير وخيمة، لكنها ستعلمه وستعطيه دروسا جيدة. مثلا اعطه أن يكتب كلمة لن أفعل كذا وكذا في المرة القادمة، أن يكتبها في ورقة 1000 مرة. فهذه عقوبة جيدة، رغم أنها عقوبة قاسية، لكنها ستعلمه الكتابة والصبر. وتذكر، لا تكن قاسيا معه. خامسا، انظر لعينيه أثناء حديثك معه. لا تتحدث مع ابنك الصغير أو أخيك الصغير وتريد أن تربيه وأنت تنظر إلى الحائط أو تفعل شيئا ما. فانظر في عينيه، لأن العين مركز الثقة، وسيتعلم أيضا وستنمو معه هذه الميزة، أنه إذا كبر فسوف يتحدث وينظر إلى الناس في عيونهم. وتذكر أنه مدير العمل عندما يأتي إليه موظف يدفع طلب عمله، فإن المدير يركز على ثقة الموظف الجديد في نفسه. فإنه من لغة الجسد أن يتحدث المرء وينظر في عين المخاطب. وجدير بالذكر أن تعلم عبر سلوكيات طفلك أن يتعلم الثقة في النفس. فإذا كنت تتحدث إليه فانظر لعينيه أثناء الحديث مباشرةً.